هي البدايه بتاعي من عمري 13 عام قبل الصغار ناخذ المجلات ونقول هوايه المراسله راسله في الخارج في الدول العربيه الدول الاوروبيه. لكن يقول لك شنو الهوايه بتاعك؟ اسهل هوايه هي جمع الطوابع البلديه، تمشي ورا البلديه ورا البوسطه ورا المحكمه نقول طوابع بلديه قصوهم حطوهم في الماسو ونبعث لهم نقول هوايتي، يبعثوا لنا هم الطوابع البلديه بتاع الدول بتاعهم الدول الاوروبيه الدول العربيه، ومن ثم انطلقت الغرام على فيها تاريخ فيها احداث فيها حتى الطابع البريدي كل طابع عنده مغزى عنده هدف عنده معناها كذا. وانطلقت الطابع البريدي معناها عندي تو حوالي 15,000 طابع بريدي. مع الطوابع البلدية فما معناها أصدقاء طلبوا العملة، فهمتنا في البداية قبل خاطر قبل 500 مليم كنا حكاية 100 دينار تو معناها صعيب باش تبعث لها 500 مليم ورقة، فهمتنا نبعثوا لها عملة الجزائر خاطر رخيصة، عملة ليبيا 4 جنيه 50 مليم، عملة مصر عملة السعودية، نمشوا اللي يروح من مصر ويروح من السعودية نمشوا نقول عندك قطاع معناها كذا عندنا أصحابنا ونبعثوا لهم، فهمت لا؟ وانطلقت الهواية من ساعتها من معناها ولت جمعة طوابلدية والعملة والعملة عندي معناها 10,000 قطعة فلوس تاريخ تونس كامل، العملة البنيقية الرومانية البيزنطية عهد الإسلامي عهد الحسيني، عملة الموحدة بين الجزائر وتونس لقيتها فرنسا عام 24-58، عملة ألمانيا 1910 قبل الحرب العالمية الأولى، عملة فرنسا عام 16 حتى 47 قديمة، عملة إيطاليا عام 20 معناها، وعديد الدول العالمية معناها في الثمانينات في السبعينات معناها ليومنا هذا جيت أمارس الهواية بتاعي معناها جمع الطوابع البلدية والعملة حتى تو حاليا عمري 60 عام. البلدين عام 60 هذا الفرنك عام 60 اللي فيه الزيتون المباركة. ألمانيا عام 1910 قبل الحرب العالمية الأولى. وقداش واحد يجي يقول لي بيع لي وكذا قلنا لا أنا المد لا لمت شفت ألمانيا قديمة. فهمتني؟ الغرام الشيء معناها من اللي قلت لك عمري 12 عام معناها اليومين هذا توصل تقينك تقول انه يحكوا لي على هاتف جوال من نوع كذا ولا سياره من لا تعنيني شيء، اما اللي يعنيني انك تشوف حاجه تراثيه تاريخيه معناها لاني هنا في مدين حتى حد ما تكفل بجمع عاداتنا وتقاليدنا كلها تبيع كلها بيع للسواح تبيع للكذا كلها برشا من حوانيت يبيعوا في الأشياء التاريخية اللي هي تراث اللي ما ينباعش هي عادات وتقاليدنا وهنا نحافظ عليه ليومنا هذا. صدقيني كي يظل معناها كي نشوف حاجة تراثية معناها بتاع تراث نبيع لعيني معناها باش نشرها باش نحافظ عليها، وهذا اللي يسموه الغرام. المتحف من الفضاء الخارجي فيه الخيمة فيها البير التقليدي مجسم فيه مجسم الزحفة فيه الخص نمط عيش بتاع شهر شهرين وقت دني الزيتون والزرع استعملوه بدو الرحل، والفضاء الداخلي تبدأ بمدرسة قرآنية مجسمة والأدوات الحلاق القديمة الأسحة والفروسية عقد الزواج قبل كيس يبرم العدل والبابا والمرأة في الحجبة لباس تعمدين والفضة بتاع البربر وأيامة العرس. نجو للبيت اللي بعدها هي أدوات الطبخ كل ما هو استعمل من أدوات الطبخ والنسيج البربري ما هو تدفيات تعزيرة
البستانية والأدوات بتاعهم كيستعب صناعة البلغة والجلد معناها كل الأحذية وحافظة النقود معناها قبل كانت من الجلد وكانت منقوشة كل واحدة من القشر بتاعها. ثم أدوات الفلاحية معناها الدلو من جلد الجمل صناعة القديم أدوات الفلاحية الجاروش المحاريث كل ما هو استعمل من أدوات كل جمعتها. ثم الحداد معناها الكير بتاع الحداد أكبر كير استعمل في الجنوب التونسي الحداد معناها وأدوات الإنارة الأقفال القديمة بجميع أنواعها أقفال الحيوانات. ثم معناها في الآخر فقرة ثقافية هي البداية بتاعي هي معرفة عملة هي 10,000 قطعة فلوس في تاريخ تونس كاملة في 150 دولة عالمية. بدايتي من عام 1976 ليومنا هذا بدأت بجمع طوابع بريدية والمراسلة والعملة.